السلام عليكم يا شباب. بصوا النهارده احنا كده ايه جايين نجرب في رشيد كده، يعني قعده تسليه. لقيت عبد الله بقى ده ايه احلى هديه النهارده، ربنا يبعتها. عبد الله متابع لمنوعات رحاله ومعجب بالصيد هنا ان شاء الله. اتجمعنا بالصدفه في المكان ده، المكان ده اسري، يعني هو مش مرمى كويس للسمك، بس ايه لو معاك اسرتك ممكن تقعد هنا كويس. احلى تحيه لعبد الله بن رشيد. حبيبي عبد الله نورتنا. عبد الله الله يخليك يا رب يا حبيبي، تسلم. هننزلوها ان شاء الله. تتابع على الفيس ولا اليوتيوب؟ على اليوتيوب حبيبي. ماشي يا ابو سلام. الله يعزك. صوره معاك؟ ايوه طبعا. احلى عبد الله في السلام حبيبي. ابو عايز حاجه؟ الله يخليك يا رب. تسلم. السلام عليكم. السمكة بتشد العود من ايدي كمان. نهائي.